لا بيعدي على فيزا ولا كارت، بيعدي على بتاع كده عامل زي الكارت. فرصة للمصريين، أغنى دولة أوروبية متاح فيها شغل لخريج التجارة، الرواتب هناك حلوة جدا. إيه حكاية دولة ليختنشتاين وإزاي تقدر تسافر ليها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في الوقت اللي الناس كلها بتدور على فرص شغل بره البلد، ظهر قدامنا فرصة ذهبية ما تتفوتش، مش بس بسبب الفلوس الكتير لكن كمان عشان البلد نفسها. تخيلوا معايا بلد من أغنى الدول في أوروبا ورغم إنها صغيرة جدا لكنها منجم ذهب للفرص. الدولة دي هي ليختنشتاين، الجوهرة المخفية في قلب أوروبا اللي بقت بتطلب خريج تجارة بأعداد كبيرة وبمرتبات حلوة جدا. للعلم أغلب المعلومات اللي في الفيديو ده من تقرير صحفي لموقع اليوم السابع وتقرير آخر لمنصة بيسو على فيسبوك. ليختنشتاين الدولة الصغيرة اللي حجمها أصغر من مدينة نصر في مصر، بقت دلوقتي بتعتبر وجهة لكتير من خريجي تجارة اللي بيدوروا على فرصة لتحسين وضعهم المادي. لكن خلينا نتكلم الأول عن ليه الدولة دي مميزة جدا وليه بقت فرص العمل فيها زي الذهب. أول حاجة لازم تعرفها إن ليختنشتاين مش بس في الاتحاد الأوروبي لكنها جزء من دول الشنغن، وده بيسهل طبعا حركة التنقل داخل أوروبا. بس عشان نوصل لها لازم نعدي إما من سويسرا أو النمسا، لأن البلد دي ما فيهاش مطار ولا بحر قريب منها، بس برضه بلد ممكن توصل لها في أي وقت وتلاقي فيها أمان واستقرار مالوش مثيل. عدد سكان ليختنشتاين ما بيعديش 38 ألف مواطن، أنا أقصد عدد سكانها اللي هم الناس أهل البلد نفسها، ومع ذلك اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم، وده راجع لأكتر من سبب، منها إن نسبة البطالة هناك شبه منعدمة، وفي الحقيقة البطالة عندهم بتنحصر في حالات معينة زي إجازة الوضع أو الأبوة. متخيلين البلد دي وصلت لإيه؟ ومش بس كده، الضرايب عندهم قليلة جدا، زمان ما كانش فيه ضرايب خالص، وكل ده بيخلي الدولة دي مغرية جدا للناس اللي بتدور على استقرار مالي ومستوى حياة عالي. الطبيعة كمان في ليختنشتاين خلابة لأقصى درجة، الناس اللي بتروح هناك أصلا مش بس عشان الشغل لكن عشان يستمتعوا بجمال الطبيعة والمسارح والعروض الثقافية اللي مشهورة بيها البلد. ده غير إن السكن هناك رخيص، لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون غالية شوية هي البقالة، وده مش مشكلة كبيرة لأنك ممكن بكل بساطة تنزل سويسرا اللي جنبها وتجيب اللي انت عايزه بأسعار مناسبة. أما بقى لو بتدور على شغل هناك، فمجال المحاسبة والتجارة من أكتر المجالات المطلوبة، الناس اللي عندها خبرة في المجال ده ومعها شوية لغة ألمانية ممكن يكونوا من أغنى الناس هناك، وده بسبب إن المرتبات بتبدأ من 3000 فرانك سويسري وبتوصل لحد 10000 فرانك شهريا، وده رقم كبير صح؟ تخيل بقى ازاي ممكن تعمل فلوس وانت شغال في مكان رايق زي ده. هي كمان حلوة لأطباء الأسنان، ليختنشتاين معروفة بصناعة أطقم الأسنان، وده معناه إن في فرص كبيرة لأطباء الأسنان والناس اللي شغالة في المجال ده. كمان البلد دي بتحترم الثقافة والتعليم وبتدي اهتمام كبير للناس اللي عندها مهارات فنية وتقنية. لكن طبعا مش كل حاجة وردية، عشان تاخد الجنسية في ليختنشتاين لازم تعيش هناك على الأقل 10 سنين، وغير كده كمان لازم تتنازل عن جنسيتك الأصلية. العملية مش سهلة لأنك بتدخل في حاجة زي انتخابات محلية، أهل البلد هم اللي بيقرروا إذا كنت تستحق الجنسية ولا لا. وبالمناسبة عشان تقدر تشتغل هناك لازم تجيب دعوة عمل من صاحب عمل ليك في ليختنشتاين، وكمان لازم يكون معاك مؤهل عالي وتكون متقن جدا للغة الألمانية. والأكيد بقى أن المعارف والأصدقاء ممكن يكونوا طريقك للحصول على فرصة عمل هناك، وكمان ممكن تستخدم مواقع البحث على فرص عمل على الإنترنت. في النهاية إيه رأيكم في فرصة الشغل دي؟